سلام في حلتها للغا وجال جموحة يدوم راست ومراعي الأولى صارت قضية بن مزحم وطلوحة الله يقدرنا نحل المشكلة يا مرحبا من شاعر صدره يفوح في حفل راع الطيب راع المرجلة يا اللي تخيل كل براق يلوح إن كان في خاطرك موضوع قله تحمد الله لا كسور ولا جروح هون على صدرك وخاطرك مهله المسلمين اخوان والمسلم نصوح وانكبر عقد الحبل يبغى حل حاله سدك يا بن قحطان لك من يبوح سرك يا بن قحطان لك من يبوح وانا عتيبي الرفيع المنزلة بات شب النهر والدعوة ما للمجنة غير حفل وسلسلة والنعم فيكم يا رفيعين الصروح لكن حنا الراجفة والزلزلة ما لي وراكم لا غب ولا صبوح أقص حبل بليس وانت تفتله انت تقوله ما رلاجينا تروح العلم واضح ما يبل تكمله انا جبت شهود في شهود قدوح الله الله يا لا 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 وكل يجازى يقحطاني بعمله اليا نزلت البيت تطلع في السطوح هات الضرايب خله